تابعين معكم مشاهدينا بيوم جديد، ومثل كل نهار ثلاثة فقرتنا الطبية هلا رح تبلش. وبستنى اليوم نستضيف دكتور رولان طعمي. اهلا وسهلا فيك. حضرتك اختصاصي بالجراحة التجميلية، وكتار الناس اللي بيهتموا بهذا الموضوع اكيد، ما هيك؟ هلا مو هي على قصة التجميل يعني. اهلا وسهلا فيك مرة جديدة. دكتور، اليوم بدنا نفوت نحن بقصة عميقة أكثر من إنه الواحد يجمل بشكله لأنه مزعوج من شيء معين. كثير أوقات بنشوف أشخاص عندهم وزن كثير زايد بيعملوا انه بيزغروا معدتهم بطريقه كثير، يعني هلا في اكثر من تكنيك. نعم، بعدين بيخسروا كثير من وزنهم، بيبقى في هلا ترهل بالجلده. شو بيصير فيهم هون؟ نعم، هلا شابتر واسع هيدا اذا بدك. هلا كثير خاصة هلا صار كثير هينة قصة تصغير المعدة. في كذا فكرة تصغير، هي فكرة، في كذا تكنيك، كذا عملية عن هالشيء، بس الهدف هو واحد يخسر وزن. يخسر وزن مش حيلا شخص عنده وزن زائد بيقدر يعمل هالعمليات، بده يكون عنده ضمن قصص كريتيرات طبية، أهم شيء هي البي ام اي فوق ال 40. هيدي ساعتها مش اختصاصنا نحن، اختصاص بادي ماس اندكس حسب الوزن على الطول اوكاري، يعني بيقدر واحد يوصل للرقم. واذا معه كمان مشاكل صحيه مثل ضغط، سكري، ساعتها بيوطى الرقم ليقرروا ينعمل عمليه. بس هيدي بيعملوها الجراحين العامين اللي بيعملوا جراحه المعده والمصارين. هلا نحن بعدين ناخذ هالشخص من بعد ما يكون خسر كل الوزن اللي عنده اياه، لو وصل للوزن الفينال اللي عنده اياه، نوصل لترهل الجلد. نعم. وعاده في انجرو يعني بالمجمع اربع مناطق هي بتتاثر. اول شغله هي الايدين من جوا، ثاني شغله هي البطن ومن ورا الدريير اللي هن بيقشطوا والبطن كله بعدين بيصير بيترهل، ثالث شغله هن الفخاد من ميل جوا، ورابع شغله هي الثدي الصدر. وهدول اثنيناتهم موجودين عند الشباب وعند البنات كمان، اثنيناتهم بيتاثروا بهالشيء، وكل واحد حسب ضمن حسب هو شكل يعني جسمه، حسب كل واحد ونوعيه جلدته. نعم، عند كل الاشخاص يعني اذا فينا نقول بصير عندهم ترهل بذات الامكنه، ولا معقوله بس بالايدين مثلا بالاجرين؟ في يكون معقول بس بهالمناطق اكثر من غيرها، بس اغلبيتهم هول اربع مناطق مأثره. في اوقات ما بتحرز ينعمل لهم شيء، اوقات بتحرز ينعمل شيء. نعم. وكلهم بيسالوك بيقولوا لك اذا عملت سبور الفتره اللي عم بضعف فيها هل يا ترى بتاثر؟ مش هالقد بتأثر. منيح اكيد يعمل واحد سبور، بس مش هالقد بتاثر على ترهل الجلد، لانه الجلده هي بتكون فقدت هالقدره لترجع تضب لمحلها. نعم. وهالشيء ما بيصير غير ما ينشال هالزائد من هالجلد، لهيك السبور كثير صعب انه يقدر يروح هالشيء. ما بيرجع بده يشد الجلد، بتكون فقدت ايه في جلد زياده، مثل انا بشبهها للرصار اللي وقت اللي بتغطيه بتقطع طول معين. نعم. بطل يرجع لطوله الاساسي. لو شو ما عملت بدك تقصري لترجعي لطوله الاساسي. ها هي الفكره. نعم. دغري بنعمل جراحه، يعني بعد قد ايه فتره لحتى الواحد يخسر وزن، لحتى يعرف الشخص انه هذا الترهل وصل للحد الاقصى عنده لحتى يقدر يشيل؟ هلا عاده اغلبيه الوقت هي بعد تقريبا سنه بيكون واحد وصل للبواستاب، اوقات بيوصلوا لا اوطى شيء ممكن بيرجع بيربح 3 4 5 كيلو 10 كيلو، وبعدين بصير خلص الوزن الستابل دائما. هون ساعتها فينا نتدخل نحن. نعم. هلا اوقات قليل بنقدر نتدخل قبل، في حال حدا شخص كان عنده وزن زائد ساعتنا بالارقام الكبيره صرنا، والترهل اللي صار مثلا من ناحيه البطن هو كرمال اذا كان بطن كثير مترهل واصل مثلا للركبه هالقد او للفخذ، في منهم في منهم توصل لهالقد. هونيك فيك تبلشي قبل، تنعمل على مرحلتين تتريحي لهالشخص. نعم. من هالشيء لحياته اليوميه يقدر يكون مرتاح فيها، قبل ما نرجع نعمل المرحله الثانيه اللي هي بتقدر تعطي النتيجه النهائيه. بهيدي الجراحه دكتور يعني كمان بيكون في تشققات بالجلد بتكون صارت، كمان كل شيء بيروح بالجراحه يعني بتقصوا كثير من الجلد؟ حسب المناطق. هلا مثلا بالبطن، مثل بالبطن بتشبه كثير عمليه شد البطن عند النساء يلي بعد الولاده. هلا كل شيء فوق السره ما فينا نقدر نوصل له، بس هلا كمان فينا نستفيد بقصص عند العالم اللي عم بيخسر وزن من ناحيه السيكاتريس، من ناحيه الجرح اللي عملوا لهم اياه وقت لتصغير المعده. اذا ما انعملت بالنادور وكان في جرح بالنص، يعني بيكون من اول البطن لتحت، فينا نستفيد منه بدل ما نعمل بس الجرح اللي هو لتحت عاده بينعمل بيكون مخبى بالمايو. نعم. نستفيد من هذا الجرح بالنص بما انه موجود، ونقدر نقص كمان بهالطريقه هيدي، يعني بطريقه
عموديه يمكن ما بعرف، تنقدر نعطي خصر تنقدر نضب اكثر هالبطن، يعني بنستفيد اكثر لانه بالاخير عم نشتغل اذا بدك ترميم لهالبطن اكثر ما هي التجميل مثل بده سيكاتريس مخبيه بده كل شيء يكون. قد ايه النتيجه بتكون هيك مرضيه للشخص؟ يعني ما بتروح الجرح محل ما انتم رح تشدوا الجلده، قد ايه هو رح يكون راضي عن حاله ورجع مثلا كشخص طبيعي كثير اللي بيربح ضعيف. بيربح خاصه من ناحيه الفار، من ناحيه الشكل، من ناحيه الواحد يكون انابيه، يعني السيلوات بيربح. نعم. بيخسر من ناحيه سيكاتريس، هلا بنجرب قد ما فينا دائما يكون السيكاتريسات مخبيين بهالمايو بهالمناطق اللي بيقدر واحد خليها تكون ديسكريت. بس بالفارم يربح كثير، هلا في مطرح ما كثير بيربح فيه اللي هو بالايدين، بيربح بالفارم كثير بس اوقات السيكاتريس عم تكون بشعه خاصه اذا عم بيكون الترهل كثير كبير، يعني السيكاتريس بدها تكون كل الميل الجوانيه تبع الايد. هي كلها بتنقص يعني كلها مش بتنسحب من محل واحد. لا. فيها تنسحب من محل واحد بس لتحت الباطن اذا كانت ترهل كثير خفيف، بس اذا الترهل كبير خاصه عند الاشخاص اللي بيضعفوا كثير هالسيكاتريس رح تكون على كل الميل الجوانيه. نعم. بدها تبين طالما واحد علق ايده هالمنطقه بتختم غلط، يعني ما لها علاقه اذا الحكيم التجميل شاطر بالتقطيب او مش شاطر بالتقطيب، هالمنطقه عندها ميول انه ما تختم صح. نعم. هلا في شيء افانتاج منيح هالايام انه واحد بيقدر يمسك تاتو على هالسيكاتريس. هلا التاتو بتعطي شيء حلو يعني شوي بيخبي اسمه يعني جوا ساعتها بيقدر يخبيها بس حدا بحبه يعني هيك إيه؟ اذا بده يخبي بيستفيد من الوضع اذا نعم. بحبه للابد دكتور قد ايه الاشخاص اللي عم بيعملوا انه عم بيصغروا معدتهم عم بيعملوا هول العمليات والتكنيك الجديده عم بيعرفوا او عندهم فكره انه يمكن رح بعدين يصير عندهم هيدا الترهل عم بيكونوا واعيين لهيدا الموضوع؟ هيدا ما بعرفه انا عم لاحظ انه ما كثير في حكمه في جراحين ايه عم بيوعوا لهالشخص انه عندك مراحل تقطع بعدين هلا نعم. ان قطعها او ما قطعها بيقدر يعيش نورمال ما بيأثر بس من ناحيه الواحد يحسن هالمظهر ايه وفي حكمه ما بعتقد عم بيخبرون للمراحل اللي ناطرتهم بعدين اللي هي اذا واحد بده يقدر يوصل للماكسيموم بده اياه من ناحيه نتيجه تجميليه بتشوف اوقات اشخاص يعني متفاجئين انه كيف صار عندهم هيدا الترهل وجايين ايه بيفتكروا في كثير مؤمنين انه بيفتكروا انه من السبور رح يروح كل شيء ولانه ما عملت سبور لا هيدا شغله معروفه من اساسها في مشوار طويل اذا الواحد بده يوصل للماكسيموم هلا في الواحد يوقف باول طريق اللي بده اخسر وزن ومش فارقه معي بخبيهم كلهم بالتياب بس اذا بده يربح اكثر بفارم يلبس قصص ضيقه عليه بده ينتقل لتاني مرحلة مرة في يعمل عملية مثلا إذا صار عنده ترهل بإيدي وبيقعد مثل ما قلت بتقسمهم عادة بنقسمهم لأنه بدهم وقت طويل يعني عادة بنجرب نقسم كل شيء لور بادي يعني كل شيء الزون السفلية للجسم سوا وبعدين بنرجع القسم الفوقاني للجسم سوا يعني فينا نعمل البطن وفينا نعمل للدريير بفرد وقت هيدي زيادة عن النسوان بعد ما بعد الولادة عم بشد البطن عم نقدر نشد كمان الدريير نقدر نعمل لها ليفتنج اوكي ونقدر بفرد وقت يمكن نستفيد نزيد لها الفوليوم طب اولى من ورا الجلد لزياده بدل ما ينشال ينحط بهالدرياب عم بتكون ساعتها السيكاتريس مثل زنار بتكون كلها على الواطي مخبيه بالمي وكل شيء هلا فينا نعملهم مع نعمل الفخاط سوا وفي ثاني مرحله ينعمل ساعتها الايدين مع الصدر بس كله كمان له علاقه بالبريوريتي تبع كل شخص في لك انا بدي اعمل الصدر اول شيء وبعدين ايدي ما بتفرق معي على رواق بعملهم يعني. قد ايه هي مؤلمه هيدا العمليه ولا الواحد لا بيتحملها طالما محمولين النتيجة. اغلبيتهم محمولين يلي معقول يواجهوا شوي البطن الفخاد اوقات كمان. بس كلهم يعني ضمن اطار يعني الواحد تقريبا باسبوع بيقدر يصير يروح ويجي مش انه بده يقعد كل وقت بالتخت وهلا صرنا عم نركز على شغله هي الدولار بوست اوبيراتوار الواجع بعد العمليه مع يعني غير انه عم نعطي ابر تكون لوكال لهالمنطقه تقدر تغطيهم 24 ساعه ما يحسوا فيها كمان بالادويه ما عم نترك لهم مجال يوجعوا تقدر يعيشوا هالاكسبيرينس بطريقه انه ما تضيقهم يعني دكتور قبل ما ارجع افوت معك بموضوع شوي شفط الدهون الاشخاص يلي عم بيعملوا يعني هيدي العمليه الجلد في ناس مثلا ما فيهم يتحملوا هيدي العمليه يمكن عندهم شيء صحي ما بيسمح لهم او نوعيه الجلد قد ايه هون بتفوت كمان لها دور لا كنوعيه جلد كنوعيه هيدي ما كثير بتاثر ما كثير بتاثر كثير لها علاقه اكيد بصحته للشخص والعمر يعني عمليات كبيره بالوقت اكثر مش كبيره كتكنيك كجست اوبيراتوار بس كبيره بالوقت وكبير عاده اللي بيكون عنده زائد وزن بيكون عنده في مشاكل الصحيه اللي بتكون موجوده يعني اذا كان عنده مشاكل بالقلب او الضغط او سكر كان عمره ساعتها متقدم هول كثير بتعملنا ليميت لشو فينا نعمل بتاخذهم بعين الاعتبار ناخذهم كلهم بعين الاعتبار اكيد بس كنوعيه جلد كله بيمشي كله بيمشي ما بيأثر كله بيمشي مبدئيا يعني. لكن بما انه عم نحكي عن التنحيف كثير من الاشخاص اللي عندهم شويه وزن زايد بحبوا دغري يروحوا على شفط الدهون هون
مين المسموح له دغري يعمل شفط دهون؟ ما بعرف اذا دغري الواحد مثلا انا عندي شويه لحم زايد بقول بدي اعمل ليبو. هيك هلا كفكره اساسيه هلا الليبوسيسيون او شفط الدهون هي معموله لكل شخص اذا بدك تغينيله الفورم التكوينيه اللي خلقان فيها، يعني في عالم بتلاقيهم ضعاف كثير من فوق، بتلاقيهم من تحت عندهم كيلو دو شفال، عندهم بلفخات، بيكون في عندهم وراك، عندهم هيدا عاده بتكون مورفولوجي، بقول لك قد ما عملت سبور قد ما هيدا ما عم بيقدروا يروحوا. هول الاشخاص هن الايديال الواحد يعملوا ليبوسيسيون، هول اللي لازم ينعمل، مش لازم، انه اذا واحد بده يلاقي نتيجه بده يعمل ساعتها ليبوسيسيون. بس الفكره انه والله انا بتقل هالصيفيه باكل كثير وباخر الصيف او قبل الصيف بعمل ليبوسيسيون بروح ضابط حالي على البحر، فكره كثير غلط. يعني عادة مثل ما قلت لك انه هن بيكونوا هالمناطق اللي ما عم تخسر لازم ينعملون. هلا صار عم بيصير في شوية ابيو، عم بيصير واحد زيادة يستعملهم غلط. انا ضد هالشغلة. بس اوقات بيجي شخص عنده وزن زائد بس منه زائد لدرجة انه يقدر يعمل عملية وعملية تصغير المعدة. وفي مثلا منطقة البطن والخواصر كلها اذا بيضعف بس بده يشيل 15 20 كيلو انه تقدر يروحون، هول فينا نشتغل على السيلوات. فينا نشتغل على السيلوات، فينا اوكي نقدر نشد بطن نشفط معه نقدر نحسن الفورم، بس الهدف ما يكون الكيلويات، مش الهدف الواحد يقدر يشيل كيلويات، لانه بشبههم للدهن مثل كيلو الحديد وكيلو القش، يعني في الواحد يشيل كميه كبيره بس على الميزان ما تطلع كثير. وبعدين في شيء مهم، الواحد ما فينا نقطع اكثر من 7 ل 10% من وزن الشخص بالشفط، يعني وزنه 70 كيلو يعني ماكسيموم فينا نسحب 6 ل 7 لتر مش اكثر، هم نفوت بالمخاطر ساعتها تبع العمليه، وفي مخاطر فيها تكون هي عمليه شفط الدهون عمليه كثير هينه، يعني بنسمع الكل بيقولوا ايه رحنا عملنا ليبو او بتفتح المجلات هول اللي بوزعون ببلاش، كمان اذا بدك شفط الدهون وبنأمن لك اياها ونص ساعه، يعني عم بيصير كثير ترويج مش بمحله. كل شيء ضمن منطقه او منطقتين او ثلاثه صغار ينعمل شفط دهون عمليه هينه على المريض يعيشها بعدين. هينه كجاست كثير هينه لان في جرح صغير وكل شيء، بس اكثر عمليه دقيقه الوقت الواحد يوصل على ريزلتا حلو لانه مش مين ما كان في يعملها وصار عم يتحمس وصار عم ينعمل، لانه اللي بيطلع بيلاقي كجاست انه بيلاقي يمكن ليك شو بايخ ما في شيء، انه بده بفوت الكانيول وبيقدر بلش يشرق الواحد. بس اوفون فيها اكثر وحده فيها تاتش، فيها الواحد يحس مع الشغله تيقدر يعطي، ما يقدر يعطي امبرفكسيون، يعني كثير هينه انه يطبق جوار محلهم، كثير هينه ينشفط كثير. بنسمع بصير في جوار اوقات بنزعوا فرمة الجسم. معقول يصيروا من عدم الخبره او سهوه، لانه دكتور كمان لازم تركزوا على موضوع، نحن لازم نركز على موضوع نوعي كل المشاهدين انه ما يروحوا عند حيالله شخص، يعني صار محل هيك استيتيسيان يمكن بتقول لك انا في اعمل شفط، يعني هلا يمكن عم زيدها بس انه في اشخاص صار عم اكثر شيء كلهم عم بيتحمسوا على الانجكسيون، عم بيعملوا الابر وكل شيء وعم ببلشوا كمان في حكمه، مش حكمه تجميل، عم بيكونوا اوقات حكمه جراحين عامين، عم بيكونوا اوقات حكمه نسائيه ربيحه القصه. ايه فعم بيصيروا يبلشوا بهالقصص، وهلا بالاخير الواحد اذا ما عنده الفورماسيون بده يخبص كثير بالاول. هلا يمكن بالاخير بتقولي لي بالاخير بيتعلمها للشغله، ايه اذا كان حكيم بده يتعلمها، بس في الكورب بده يتعلمها بالاول، بتعلمها 100 شخص في بهالوقت بده يدفع حقها الواحد. حتى نحكي شوي عن الليبو، واحد شخص عمل شفط الدهون، عملية شفط الدهون عند الطبيب، شو لازم بعدين يعمل؟ في مساجات معينة ولا خلص وانس عملها مش الحال؟ هلا وانس عملها مش الحال دغري، حسب اوقات نوعية الجلدة، ها أهم شغلة. يعني مش دائما فينا نشفط منطقة فيها شحم زيادة، فيها تكون إذا الجلدة ما منيحة بنوقع بتاني مشكلة اللي هي بعض العالم اللي بيضعفوا كثير بالأخير بدك تشد الجلدة. ساعتها يا أوقات كمان من وراها إذا كانت ساعتها بكون في غلط بالإنديكاسيون، أو الواحد يفسر له للمريض انه انت جلدتك ما منيحه بدي اعمل اثنين سوا، او بفضل باول مرحله يمكن اشفط كل شيء فضي كل شيء بهالمنطقه، بعد ما تترهل منيح ساعتها بنعمل عمليه شد، ساعتها على مرحلتين. حسب بده يكون، يعني مهم الواحد يفسر للمريض شو الاكسبكتيشن، لشو متوقع، لوين واصل، شو المرحلات اللي بده يقطعها. هلا بعد كل عمليه ليبو عاده ما في نتيجه قبل شهرين تقريبا. هالقد بتا اول شهر الواحد بيلاقي هو مضبوط بينصحوا شوي بعد الليبو؟ قليلتس بيعملوا ريتنسون بيعبوا مي شوي، بس عادة الواحد بيجي بقول لهم دائما انا بعد جمعة جمعتين ما تجوا تقولوا لي انا ما لقيت نتيجة، ما في نتيجة، يعني بعد شهر تل الواحد يحس 20 30%، بعد شهرين بحس 70 80% من النتيجة، ببلش يحس انه فرقت. وبتضل تتحسن لمدة تقريبا 6 شهور، هلا أول شهر مطلوب منه ينلبس كان. أوكي. على شهر؟ على شهر، 3 أسابيع، شهر، يعني الواحد بيختلف أوقات. يعني الأفضل عفوا تنعمل بالشتاء إذا واحد لحقه عادة بنعملها يعني. أغلبية الوقت قبل البحر، نعم. يعني بفترة فيفريي مارس أفريل، هلا قليل العالم بالصيف لأنه بده يتحمل واحد الجان. وأنا بنصح من بعد شهر شهر ونص ينعمل ساعتها المكانات اللي هن من الأندرمولوجية، من ال هو في كثير مكانات ما كثير
بقدر يجاوبك بديتاي عنهم أوكي. بس كلهم بيساعدوا ساعتها في اخصائيه لهم هن يكملوا المرحله اللي بعدين، خاصه عند العالم يلي ما عنده نوعيه جلد كثير منيحه ترى. هيدا بتساعد ايه. طيب شلنا الفات هلا كمان دارج ويعني عم تثبت هيك علميا الفات اللي بنشيله بنرجع فينا نستعمله لحتى نعبي محلات ثانيه. صح، هلا الفات